نضغط على الزر، ما صار شيء، ظلت البلوكة الخشبية نفسها. نضغط على الزر، ما صار شيء، نضغط، اتغيرت، رجعت بلوكة الأساس. فهاي هذه الآلة تشيل 3 بلوكات، يعني 3 أشياء، مثلا فرن تشيست وبلوكة الأساس. فأوكي نضغط، ما تبدلت، نضغط، ما تبدلت، نضغط، تبدلت، صارت كرافتنج. شباب ان شاء الله بخير، وياكم حسن احمد واحسن توب. طبعا اليوم شفنا جدا رهيب، واللي هو آلة تبديل الاشياء او آلة تبديل التشستات مثل ما سميتها اني، او اي شيء تردون تسموها. طبعا هنا تحطون الاغراض لاي شيء تردوها وتضغطون على البوتون، راح تتغير هذا الغرض ويطلع غير غرض. اوكي، كيفيه صنع هاي الآلة؟ راح تكون بكل بساطه، طبعا من هذا البوتون نضغط عليه. طبعا تقدرون تغيرون مكان هذا البوتون باي مكان تحطوه انتم اللي تردوه، بس انا خليته هنا لان هو هذا مكان الاساس، يعني منبع الطاقه مال البوتون منه، يعني تاخذون منه ريدستون توصلوه باي مكان. اوكي نضغط البوتون. طبعا البوتون خليت الضغطه مالته اكثر من مره. طبعا هاي الفكره مو مالتي، بس انا جبتها وعدلت عليها. طبعا والله جبتها وعدلت عليها، يعني مو اي شيء. فالمهم عدلت عليها الضغطه مال البوتون، طولتها شلون، يعني اذا تضغط بوتون مره واحده ما راح يصير شيء، راح تظل بلوكه نفسها. تضغط مره ثانيه وثالثه ورابعه جوز ما راح يصير شيء. تضغط 5 مرات راح تتغير، او تضغط ثاني مره حسب، يعني البوتن ب شو ما تقولون شفرات شفرة. فأوكي وراح يتغير الغرض. هاي الهدف، شنو الهدف من هاي الحركة؟ بأنه خاف أنت جاي تلعب سيرفايفل ويا صاحبك أو صديقك، أو جاي تلعب يعني بسيرفر ويا جماعتك، ما راح يعني أوكي لعبة لعب ما راح يعني يقدر ياخذ من عندك أشياء. مثلا أنت حاط تشيست هناية وبي دايموند، فمن راح يضغط ضغطة واحدة ما راح يتغير يعني ويطلع تشيست حتى ياخذ الدايموند منك. فاوكي نضغط على الزر، ما صار شيء، ظلت البلوكة الخشبية نفسها. نضغط على الزر، ما صار شيء، نضغط، اتغيرت، رجعت بلوكة الاساس. فهاي هذه الآلة تشيل 3 بلوكات، يعني 3 اشياء، مثلا فرن تشيست وبلوكة الاساس. فاوكي نضغط، ما تبدلت، نضغط، ما تبدلت، نضغط، تبدلت، صارت كرافتنج. فأوكي أتمنى تستفادوا من هذا الشرح، ونبدأ بسم الله. طبعا ذاك المشروع الأساس هذا اللي هنا الأساسي، وهذا المشروع اللي أنا عدلت عليه. فأوكي نجي ناخذ لنا زاوية جديدة للمشاريع. فأوكي إن شاء الله حيكون هذا أول مشروع بقناتي ومو آخر مشروع إن شاء الله، بفضل دعمكم وبفضل الله. طبعا نبدأ بالشرح. طبعا راح تحتاجون بلوكات، أي بلوكة، وتحتاجون بستون، ستيكي بستون، وتحتاجون ريبيتر وريدستون عادي وبلوكة ريدستون وبوتون، وتحتاجون الأشياء اللي راح تخلوها يعني حتى تبدلها. فأوكي نجيب أي بلوكة، أنا جبت بلوكة الكوارتز، نسويها 4 × 5، 1 × 2، أوكي 1 × 2 × 3 × 4، بعدين نجي هنا نسويها في 5، هاي 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ونمليها. فوكي ورا ما مليناها، اوكي شنو هاي، ورا ما مليناها يا شباب، مليناها مو مليناها. فنجي هنا على بلوك الوسطيه اللي هن بنصدن هي 5 بلوكات، نخلي هنا ستيكي بستون موجه للاعلى للاعلى. بعدين نجي على جهه اليسار، نخلي بلوكه ونخلي فوقها بستون موجه على جهه اليمين. يلا ايه، فنجي من هنا يا شباب حتختلف الحركة شلون. ما نخلي هنا، نخليه بالبلوكة اللي بصفها هيك، هنا نخلي بستون عادي موجه هيك، ونشيل البلوكة جوا، لازم نشيلون البلوكة جوا. فا اوكي بعدين شو نسوي؟ نجي من يم زاوية هذا البستون، نخلي هنا بلوكة ونخلي ستيكي بستون ونزيل اللي جواها البلوكة. بعدين مو هاي البلوكة، البلوكة اللي بصفها هاي البلوكة، نخلي هنا بلوكة، اي بلوكة، بعدين نخلي بستون عادي ونزيل البلوكة جوا. ورا ما صار عندك هذا الشكل يا صديقي وتأكدت بأنه صحيح، نجي من يم هذا الستيكي بستون عفوا خلفه، نخلي أي بلوكة ونخلي هنا البوتن. طبعا هذا مكان البوتن حيكون هنا. أوكي ورا ما تأكدت بأنه هذا الشكل صحيح وخليت البوتن هنا يا صديقي، تجي من هنا تنزل جوا، تحط ريبيتر موجه على ذيك الجهة، يعني لا مو هنا، هنا جوا هاي البلوكة الستيكي بستون.
فوكي موجه على ذيك الجهة، بعدين تجي من هنا يا صديقي تطير شنو تجي هنا يا صديقي تحط ستيكي بستون تخليه هنا موجهة هيجي، وتحط بلوكة ريد ستون ورا ما ارتفع عندك هذا الشكل، وصار عندك هذا الشكل وكل شيء مضبوط يا صديقي. تجي يعني من هاي الصفحة تحط ريبيتر ناية ريبيتر وتخليه على 2 موجه على ذيك الصفحة طبعا. بعدين تجي بصفة تخلي هنا تزيل هاي البلوكة عفوا، وتخلي هنا ستيكي بستون، بعدين تخلي بلوكة فوقها. حتقول لي يا صديقي ليش خلينا بلوكة هنا؟ على مود الوزن مال الآلة، يعني مهمة هاي البلوكة كلش مهمة. فوكي نجي هنا نحط الريد ستون حبتين حبتين يعني فوكي ونخلي هنا يا شباب ريبيتر عفوا هيك موجه على ذيك الصفحة، ونخليه على 4 يعني على آخر شي. بعدين نجي هنا نحط ريبيتر ثاني عكسه، وما نحرك بيه اي شيء، ما نضيف له اي شيء، يعني نخليه على 1. فاوكي نجي هنا بهاي الفتحه اللي بالنص، شو نخلي هنا؟ نخلي بلوكه ونخلي فوقه ريدستون عم متوصل بين ذين الاثنين. فورا ما كملت وصار عندك هذا الشكل يا صديقي. بعدين تجي شو تسوي؟ تجي هنا تخلي هنا طبعا راح نغير بالبلوكه. ليش؟ انتوا خلوها البلوكه نفسها بس على المود، يعني لا تدوخون بالشرح، راح اغير باللون البلوكه بس لونها. فنخلي هنا بلوكة ونخلي بصفها بلوكة ونكسرها، حصل عندك بهذا الشكل يا صديقي. فنجي هنا من هاي الجهة على هاي الجهة هيجي، نخلي ريبيتر موجه لهاي الجهة من هنا نفس ما قلت، ونخليه على 2 فوكي. وورا ما خلصت هذا الشكل وتأكدت بأنه صحيح، نجيب البلوكة العادية نخلي 1 2، بعدين نجي هنا نجيب 1، بعدين نخلي أيضا ريبيتر وعلى 2 أيضا. ورا ما خلصت من هالحركة وتأكدت بأنه صحيحة وكل شيء صار عندك مضبوط هنا يا صديقي، هسه انتهى الشرح وكل شيء صار صحيح. فأوكي هسه نجي نرتب الأشياء، يعني شو نخلي مثلا هنا؟ نخلي بلوك الأساس، يعني البلوك الأساس راح تظهر قبال الشخص. طبعا تقدر تشيل البوتن تاخذه وياك أو تخلي ما ينشاف. فأوكي ونجيب هنا الكرافتنج، طبعا تمام ما مجبور تخلي بلوك الأساس لأن هي هاي الآلة تشيل 3 بلوكات بس. فانت تقدر تخلي بلوكه اساس مثلا وتشيست وتشيست اخر، او تشيست وفتشي اخر، يعني اي شيء زبده، يعني اي شيء تردوه تخلوه. فوق هنا خليت بلوكه الاساس فوق هاي المرفوعه، فوق هاي نخلي بلوكه الاساس هنا، ونخلي هنا الكرافتنج تيبل، بعدين نجيب هنا اي شيء يعني تردوه فرن او اي شيء تردوه. فنضغط على الزر، نضغط على الزر، بعدين نضغط على الزر مره ثانيه، تشوفون الكرافتنج يتحرك ومش صار الكرافتنج فور فوق مو فور. فنضغط مرة ثانية اوكي، نضغط مرة ثانية الكرافتنج ظل، نضغط مرة ثانية اوكي، نضغط مرة ثانية صارت بلوكة الدايموند او اي شيء تحطه هنا، نضغط مرة ثانية راح ترجع هسه بلوكة الاساس. تشوفون جاي يمشي البلوكات فوكي حظل هيك تمشي، يعني البلوكات باعوا مشت صارت بلوكة الدايموند، مشت رجعت بلوكة الأساس. حظلون هيك تسوون يعني لحد ما تطلع لكم البلوكة تردوها. والغرض نفس ما قلت، الغرض من هذا اللي يعني الطول بضغطة البوتون، الغرض منها هو يعني يعني إبعاد المتطفلين عن أشيائكم. فنجي هنا نبني، يعني نبني المجسم، طبعا هذا كليته يكون تحت الأرض، هذا يعني هسه هذا الشكل بس للشرح خليت فوق الارض، هذا يعني الحد هاي يعني 3 بلوكات من تكون تحت الارض. فاوكي نجي نبني يعني الشكل الاساسي له ناي اوكي، نغلفه يعني تغليف، نسوي له هيك ونسوي هيك وهيك وهيك. اوكي نقدم 2 من هنا و2 من هنا و2 من هنا اوكي. فهيك صارت عندنا السطحيه مالته، ونفس ما قلت لكم تقدرون تغيرون مكان هذا البوتن، تغيروه خلوه باي مكان تردوه، بس انا خليته هنا لان ليش؟ هذا منبع الطاقه مالته، يعني الباور مالته كلها تجي منه، يعني تشيلون البوتون وتحطون من هنا ريد ستون وتاخذون من يمه. فاوكي نضغط على البوتون ما صار شيء، نضغط على البوتون ما صار شيء، نضغط مره ثانيه ونضغط رابعه، وتغير طلع الكرافتنج او اي شيء تحطه هنا. فمثل ما قلت يا صديقي، الغرض من هذا الشيء هو يعني ابعاد المتطفلين عن اغراضك الضامه، مثلا ضام دايموند او ضام اي شيء هنا الزبده، يعني ضام اي شيء. اوكي ما اريد افتح الكرافتنج. فاوكي اتمنى عجبكم الشرح. وطيب يا شباب لهنا وصلنا نهايه هذا المقطع، اذا عجبك الفيديو يا صديقي لا تنسى تضغطنا بلايك وتشترك في القناه اذا ما مشترك، وتشوف مقاطعي الاخرى في القناه ان شاء الله، وراح ننزل مقاطع رهيبه تعجبكم وتفيدكم كلش كلش كلش.
4K في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.